بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم يا أحلى متابعين وأحلى مشتركين، يا رب تكونوا بخير وسعادة. بقول للمشتركين الجداد لو عجبتكم القناة الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. ومتابعين الحلوين اللايكات يا جماعة، وربنا ان شاء الله كده يوفقنا جميعا. النهارده ان شاء الله الفيديو اعمل لكم اكله بسيطه وسهله جدا، كباب الحله باللحمه والبصل. مكوناته برضو بسيطه، مش هتاخد مننا وقت خالص، بما اننا في شهر رمضان ساعات يعني بيجي علينا كده بنبقى عايزين نعمل اكله خفيفه كده، او الوقت مثلا ممكن يعدي مننا. فانا فكرت النهارده اعمل كباب الحله بالبصل. ان شاء الله الفيديو يحوز على اعجابكم. نقول بسم الله المقادير او المكونات. حوالي كيلو الا ربع لحمه، بصل، بصلتين كبار متقطعين جوانح كده زي ما احنا شايفين، تمام. قرن فلفل اخضر، زبده، وياريت الزبدة تكون غير مملحة يا جماعة، يعني الزبدة لما تكون غير مملحة بتبقى حلوة في الأكل. توابل عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح، فلفل اسود، شوية شطة، طبعا شطة حسب الرغبة برضو، لو لحد ما بيحب الشطة بلاش، شوية كمون، اوكي. لو عندك اي توابل تانية برضو ممكن تحطيها. نبتدي كده نقول بسم الله ونحضر الحاجة اللي هنعمل فيها او الطاسة. دلوقتي انا علقت على الطاسه اهي اللي هعمل فيها كباب الحله، استنيت لحد ما سخنت علشان هديها ايه، هدي اللحمه صدمه كده. لازم الحله او الطاسه اللي هتعملي فيها تبقى سخنه عشان اللحمه ما تشوفش معانا. نقلبها كده. انا على فكره حطيت حوالي حته زبده كده صغيره في الاول عشان التشويح. نوطي النار عليها شويه. اللحمة معاها اتشوحت اهي، هبتدي بقى ان انا احط البصل. بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحب البصل كتير عليها، يديها طعم حلو قوي ونكهة حلوة. دول ثلاث فصوص ثوم متقطعين كده زي ما احنا شايفين، او ممكن تحطهم يعني مدوقين، انا بحبهم متقطع كده. هبتدي ان انا احطهم، بيدي نكهه حلوه برضو. هقلب هبتدي بقى احط ايه، انا جبت كوبايه ميه سخنه، هبتدي احطها. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تكون سخنه، تمام. ليه بقى؟ علشان السوا بتاعها.
هغطيها تستوي بقى براحتها. طبعا على حسب نوعية اللحمة، لو اللحمة يعني لحمة صغيرة وكده مش هتاخد سوا كتير. اوكي، انا هسيبها حوالي كده من ساعة الا ربع كده لساعة تستوي. بصوا يا جماعة، انا مش هحط التوابل طبعا دلوقتي خالص، علشان التوابل هحطها في الاخر علشان اللحمة تستوي بسرعة. شيلي الغطا، ابتدي اقلب، اديها تقليبة كده. داخله في السوا اهي، غطي عليه لحد ما الميه اللي فيها دي تنشف خالص. ابتدت الميه تنشف مني اهي، اللحمه بتاعتنا ابتدت انها تستوي. هحط حته زبده عشان الزبده تديها تحميض حلو برضه. هحط الفلفل الرومي بتاعنا، انا حطيته في الاخر علشان هو ايه، الفلفل الرومي ما بيستحملش. تمام، بحب احطه ده في الاخر. احط التوابل بتاعتنا اهي، برضو بحب احطها في الاخر لحد بعد اللحمه ما تستوي، عشان زي ما انتم عارفين التوابل لما بحطها في اول خالص في بدايه سوى اللحمه بتاخر سوى اللحمه، انا بحب احطها في الاخر وده الصح. هقلب، عايزه اقول لكم بقى ريحتها طالعه ايه، واو. الصوص اللي طالع منها ده، الصوص ده بيبقى طعمه حلو قوي برضو، لما بتغلي بالعيش بيبقى حلو قوي. ممكن تعملوا جنبيها مثلا شوية مكرونة، شوية رز برضو. دلوقتي كباب الحلة بتاعنا استوى اهو زي ما احنا شايفين، هنبتدي نغرفه. وادي الشكل النهائي لكباب الحلة بتاعنا باللحم والبصل، بطريقة مبسطة جدا زي ما اتعودتوا من قناة الهنا. واقول لكم بقى ان شاء الله سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.